الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم وصفة خفيفة وظريفة، كبدة تاع الدجاج مشرملة بطريقة رائعة وبتتبيلة ولا أروع. وصفة هايلة وبزاف بزاف بنينة. ما تنسونيش إخواني أخواتي بليجام لا فيديو، أبوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع هذا الوصفة اللي قلت لكم. كبدة مشرملة، يعني عندي هنا كبدة تاع الدجاج، راني شللتها مليح، نقيتها وشللتها مليح. الخطرة الأخرى درت لها شوية تاع الخل في الماء، خليتها هكذاك واحد 5 دقائق باش تروح لها الريحة هذيك اللي ما نحبوهاش في الكبدة تاع الدجاج. عندي هنا كبدة والقلب، راني قطعتها كامل هكذا قطع ماشي صغيرة بزاف، باش هكذاك ما تحرحلناش هكذاك في كي نكونو نقلو فيها، لازم تكون هكذا شوية قطع شوية كبيرة ماشي صغيرة بزاف. نحتاج حبة طوماطيش تكون مسكرفجة، عندي هنا راس تاع الثوم الكبدة المشرملة تحب بزاف، يعني نكثروا فيها شوية تاع الثوم. درتو طبعا مسكرفج، ثوم مسكرفج، والتوابل اللي هما هكري مغرف تاع كبير تاع هكري، عندي شوية كمون، شوية فلفل كحل، عندي الملح، طماطيش مصبرة والزيت. دوك نبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. دوك هنا في مقلاة راح ندير الزيت، ندير حوالي 6 مغارف تاع الزيت. هذه الوصفة تبغي شوية زيت زيادة هكذا، 6 مغارف تاع الزيت. نخلو الزيت حتى يسخن باش نديرو الكبدة طيب. هكذا ضروري نخلو الزيت حتى يسخن باش نديرو الكبدة. بسم الله، دوك راح ندير الكبدة طيب. هكذا على نار تكون قوية باش هكذاك ما تطلق الكبدة، ما تطلق لناش الماء تاعها، تبقى هكذاك طيب في الزيت هذا اللي درناه. وكي نشوفها هكذا طابت شوية نقلبها. بسم الله، هكذا باش ما تطيبليش مسوسة راح نديرها شوية تاع الملح، شوية تاع الملح، شوية تاع فلفل كحل. هكذا مرة على مرة نقلب فيها حتى تنطيب. هكذا دوك راهي الكبدة راهي خلاص طابت، راح نحيها من المقلاة. شوفوا كيفاش يعني شربت كامل هذاك الماء وبقى الزيت هذاك اللي درتو. دوك راح نحيها. بسم الله، هكذا نحي برك الكبده ما نديرش هذيك لاصوص، راح ندير فيها الطوماطيش والثوم. هكذا
كي تطيب لي لاصوص من بعد نعاود نرجعها للمقلاة. هكذا دوك في هاد الزيت راح ندير الثوم قلت لكم لازم الكمية تاعتهم تكون شوية زيادة لأن الكبدة المشاملة تحب بزاف الثوم. نزيد ندير طماطيش ندير توابل قلت لكم عندي مغرف تاع كري شويه كمون فلفل كحل والملح. الملح راني درت غير شويه هنايا خاطرش راني درت في الكبده باش ما ياكلك ما تجيناش مالحه. نديرو حسابنا هكذا. دوك ندير طماطيش مصبره هكذا ندير مغرف تاع طماطيش مصبرة دوك هكذا لنا قليلة نخليها تقلى شوية هكذاك واحد الخمس دقايق من بعد نمرق بشوية تاع الماء. تقلات لي مليح الطماطيش والثوم رايح نمرق بسم الله. عندي هنا كاس تاع الماء نديرو ونشوف اذا نسيت شويه ولا خلاص. هكذا رايح نزيد شويه عطاش الكميه تاع الكبده راهي شويه كبيره بسم الله. هكذا كاس ونص يكفي. نخلي دوك لاصوص هذه طيب واحد 10 دقائق هكذاك على نار قليله بعد نولي لكم باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. بعد مرور 10 دقائق على لاصوص وهي تغلى يعني راهي طابت ما شاء الله. شوفوا كيفاش راهي هاي ليك لازم هكذا تولي ثقيله. دوك رايح نرجع الكبده للفلاصوص بسم الله. هكذا دوك نخلي الكبده ثاني شويه تطيب هكذا تزيد طياب في هاد لاصوص باش هكذاك تتشرب مليح من البنه هذيك تاع الثوم والتوابل وتجينا تجينا روعه الله يبارك. هكذاك 5 7 دقائق نطفي عليها. هكذا كيما راكم تشوفوا الكبده خلاص راهي طابت وتشربت مليح من لاصوص هذيك تاع الثوم والتوابل يعني جات بزاف بنينه. دوك انا رايح نطفي لها ما نخليهاش تتشرب كامل هاد لاصوص نخلي لها شويه. انا راني موجده لي فريت صافي راح ناكلوها بلي فريت مليح نخلو فيها هكذا شويه تاع لاصوص. دوك انا رايح نطفي عليها من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله باش تشوفوها في طبق قديم. نوليك دوك كيما راكم تشوفوا راني وجدت لي فريت اللي راح نقدم بها الكبده المشرمله بسم الله. دوك اللي تحب ديرها هكذا مع لي فريت يعني تجي ما شاء الله ويحبوها بزاف ذراري هكذا كي نرفقوها بلي فريت. هكذا نديرو فوق البطاطا مع شويه تاع لاصوص واش نقول لكم ما شاء الله وصفه صدقوني ولا اروع. هكذا
ولا حبيتو ثاني تقدموها هكذا وحدها؟ كي ما حبيتو هيك. شوية على الصوص. ما شاء الله على وصفتنا. هاي لك، هاي لا بنا، يا ريت ندوقكم، يعني كان نقدر ندوقكم هذه الوصفة. شحال تجي بنينة، روعة، الله يبارك. هكذا نزيد لها شوية معدن وصل الله. الله نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة، انها فعلا وصفة صدقوني تجي بزاف بزاف بنينة. هكذا يكفي هاملك هذيك الوصفة تاعنا، انا درنا بها زوج وصفات الله يبارك. تحبوا هكذا كما قلت لكم ترافقوها بالبطاطا، تحبوا تاكلوها هكذا كيما حبيتوا. نتمنى انه هذا لا فيديو تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله. ما تنسونيش خياتي بلي جام لا فيديو، ابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.